بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد واله الطاهرين واللعنه على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا كفيناك المستهزئين صدق الله العلي العظيم يجب على الانسان ان لا يتاثر نفسيا باستهزاء الاخرين ان كان عمله صحيحا ان كانت الفكره التي يروج لها فكره صحيحه فيجب عليه ان لا يتاثر بالمستهزئين، المستهزئون في طول التاريخ كانوا يحبطون العاملين المؤثرين في الساحه، يجب على الانسان ان لا يتاثر. النبي نوح على نبينا واله وعليه السلام خير اسوه لمن لم يتاثر بالاستهزاء والسخريه، وانما استمر على عمله. قبل ان يوحى اليه كان النبي نوح عليه السلام نجارا قبل ان يصبح نبيا فبعد الوحي الله امره بغرس النواة للنخيل فبدأ يغرس مر عليه ملأ من قومه فضحكوا منه وسخروا منه قال قد قالوا قد قعد غراسا بعد فترة عندما طالت النخيل فأصبحت طوالا جبارة كما في الرواية فبدأ بقطعها وهي الآن في أوج نضوجها الآن وقت الثمر فاستهزأوا به أنه هذا بعد هالفترة الطويلة اللي الآن الشجرة راح تثمر وثمرها في أفضل حال ليقطعها وبدأ بنحت الأشجار فقال قومه مر عليه ملأ من قومه سخروا منه وقالوا بأنه قعد نجارا بعد أن بدأ بصنع السفينه في الصحراء القفره مر عليه ملأ من قومه وقالوا قد قعد ملاحا يصنع السفينه في فلاة من الأرض سفينه يصنعوها عند البحار عند الأنهار، مو في فلات من الارض في صحراء قفره ولكنه لم يهتم لاستهزائهم وانما استمر على ما امره الله عز وجل به لذلك في الايه المباركه كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه كانوا يستهزئون به قال ان تسخروا منا المهم العاقبة المهم الأهداف واحد الهدف لازم يلاحظه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون النتيجة أنكم تغرقون ونحن في السفينة على تلك الأمواج التي هي كالجبال نكون في هذه السفينة لم يتأثر باستهزاء المستهزئين النبي نوح على نبينا واله وعليه افضل الصلاه وازكى السلام لشده حبه لقومه بكى خمسمائة سنه لانهم انحرفوا عن الجاده لذلك سمي بنوح من النوح والبكاء اسمه عبد الملك عبد الاعلى عبد الغفار اللي هذه الاسامي كلها بمعنى عبد الله عز وجل وهذه اسماء النبي طبعا شريعته كانت التوحيد والاخلاص وخلع الانداد والاوثان والاصنام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحللات والمحرمات ولم تكن في شريعته الفرائض والمواريث ولم تكن في شريعته الحدود هذه كانت شريعته اختصرت على هذه الامور التي ذكرناها يهود الذين اليهود الذين اتوا الى رسول الله صلى الله عليه واله قالوا بان النبي نوح افضل منك لان النبي نوح ركب في السفينه واستقرت تلك السفينه على الجودي اما انت فليست لك هذه الفضيله النبي نوح بعد ان ركب السفينه هذه السفينه سبعه ايام بلياليها كانت على سطح الماء طبعا كيف فار الماء؟ الروايه ان امرأة نوح كانت تخبز في البيت في تنور، وإذا رأت بأن من التنور خرج الماء، تنور الخبز خرج الماء، فأتت إلى النبي نوح والنبي نوح ما زال لم يركب الحيوانات كثير منها، فالنبي أتى إلى التنور وأخذ طين يابس على التنور وضعه وختمه، فانحصر الماء في التنور إلى أن أكمله الحيوانات في السفينة رجع إلى التنور رفع الخاتم رفع الطين ففار التنور عندما فار التنور في الآية المباركة أنه التنور فار العيون فاضت وخرج منها ماؤها الأنهار فاضت السماء أمطرت فكل الكون الأرض صار على وجه الأرض الماء بس هذا الماء شنو كما في الرواية ارتفع كان مرتفع في القلل أو في الوديان أو في الصحاري مرتفع عن الأرض 15 ذراع يعني الماء مو أنه الوديان امتلأت إلى فوق الجبال لا في كل مكان بصورة متساوية 15 ذراع الماء مرتفع عن وجه الأرض كما في الأثر سفينة النوح سبعة أيام بلياليها كانت على وجه الماء كما في الروايه طافت بالبيت اسبوعا، سعت اسبوعا، طافت طواف النساء ايضا، واستقرت على الجودي. الجودي هناك احتمالان في روايتين، الروايه الاولى تقول جودي نهر الفرات. روايه اخرى تقول جودي جبل في الموصل. يمكن الجمع بين الروايتين بانها سرت على الجودي كما في هذه الروايه. واستقرت على تلك الجودي اللي هو الجبل في موصل وبنوا عند الجبل مدينة أو قرية سميت بقرية الثمانين لأنه ثمانين شخص كما في رواية الإمام الرضا كانوا مع النبي نوح في السفينة البعض في رواية أخرى عن الإمام الباقر سلام الله عليه ثمان أشخاص كانوا في السفينة هل هذا من خطأ النساخ لأن الثمانية والثمانين على نفس النمط تكتب تقريباً أو لا كانوا ثمانية من المؤمنين بدرجات عالية من الإيمان الباقين لم يكونوا تلك الدرجات العالية من الإيمان وفي الآية المباركة أنه وما آمن معه إلا قليل مجموعة قليلة آمنوا هو 950 سنة يدعوهم إلى الإيمان فعندما فار التنور غرقت الدنيا إلا منطقة واحدة لم يصبها السيل والماء أرض الكعبة لذلك سميت الكعبة بالبيت العتيق، العتيق كما في الرواية يعني أُعتقت من الغرق فهنا لم تغرق أرض الكعبة أرض بيت الله عز وجل، أما الدنيا كلها غرقت، طبعاً هنا واحد إجا استفسر سأل الإمام قال إذا نوح ركب وإياه ثمانين اللي ركبوا معه الأطفال ما ذنبهم؟ الذين أغرقوا مع أنهم لم يعصوا الله ففي الرواية أن الله عز وجل أعقم أصلاب الرجال وأرحام النساء أربعين سنة ما ينجبون فالباقين كلهم أقلهم عمراً أربعين سنة عمره أربعين سنة عمر يعني رجل في أو امرأة في منتهى كمالها فإما كذبوا نوحاً فاستحقوا العقوبة وإما أن رضوا وسكتوا ورضوا بفعل المكذبين فأيضاً استحقوا العقوبة يعني فالله عز وجل عادل في العقوبة أيضا مو أنه يجري جار في العقوبة هذا هو المحور الأول من البحث المحور الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لو كان لنوح ذلك وبالفعل كان له السفينة واستقرت على الجودي لي أفضل من نوح ما هي فضيلة النبي صلى الله عليه واله على النبي نوح؟ قال: بأن لي نهر يجري من ساق العرش، وحول النهر عمارات، هذه العمارات مبنية لبنة من ذهب، لبنة من فضة، والحشيش الموجود حول هذا النهر، هذا النهر المسمى بنهر الكوثر، الحشيش الموجود حول هذا النهر من الزعفران ما ادري رضاض النهر الحصيات الصغيره اللي موجوده تحت النهر من الجواهر كذا كذا قام يوصف قال هذا لي وهو قوله انا اعطيناك الكوثر وهذا خير من ذاك وما هو لي مذكور في التوراه بالفعل اليهود صدقوا قالوا نعم هذا خير من ذاك وما وايضا موجود في التوراه موجود في تورات ذلك الزمان الان في هذا التوراه ما موجود احنا رح نبين ان شاء الله انه بعض القضايا لازالت موجوده في الكتب المقدسه عندهم في العهد القديم في العهد الجديد في كتب المخالفين لنا قضايا موجوده تدحض حججهم وتتم الحجه عليهم حجتنا عليهم فهذه قضايا كانت لان التوراه حرفت من البدايه كتبوا التوراه بعد ذلك فقدوا التوراه فتره العلماء اللاحقين كتبوا التوراه حرفوا غيروا الى يومنا هذا الى يومنا هذا في تحريف للكتب المقدسه قبل فتره يمكن قبل سنتين ثلاثه او اكثر هذا كبير الكاثوليك اعلن بانه نحن نغير عباره في الكتاب المقدس ان عيسى ابن الله نسمي عيسى ولد الله لان ابن مذكر الولد اعم من المذكر والمؤنث فاحنا لازم نراعي حقوق النساء ايضا مو ان نقتصر على اعطاء مزيه للرجال احنا الان رافعين رايه التساوي بين الرجل والمراه فغيرنا هذا هم صرحوا والكتب الجديده المطبوعه من العهد الجديد هذا كله اللي كان عيسى ابن الله صار عيسى ولد الله الولد اعم من الذكر والانثى فاذا حرفت يمكن كان تورات في عندهم موجود اللي الرسول صلى الله عليه واله كان يحتج عليهم بتوراتهم كما بينا في البحوث السابقه فقالوا بالفعل كذلك الكوثر اكثر من عشرين قول بين المفسرين ما المقصود بالكوثر قيل الكوثر يعني العلم والحكمه لان العلم والحكمه يشبهان بالماء الجاري العلم يشبه بالماء الجاري، الحكمه تشبه بالماء الجاري فإنا أعطيناك الكوثر يعني أعطيناك علما كثيرا حكمة عظيمة البعض قالوا المقصود بكوثر ولد النبي صلى الله عليه واله وولد الرسول صلى الله عليه واله من صلب علي رسول الله صلى الله عليه واله يقول أولاد الأنبياء من أصلابهم وأولادي من صلب علي ومن رحمة فاطمة سلام الله عليها وسعيد بن الجبير طلبه الحجاج بن يوسف الثقفي لعنه الله وقال نقل عنك أنك تقول بأن الحسن والحسين ابن رسول الله فلو أتيت لي بحجة من القرآن الكريم لا قبلت ذلك ولا والا لاخذت الذي فيه عيناك اقتلك يقول اطرق براسه سعيد بن الجبير فتره يفكر قال امهلني هم فكر مره اخرى قال امهلني فكر مره ثالثه قال امهلني بعد ذلك قرا هذه الايات المباركه انه ووهبنا له اسحاق ويعقوب لا وكذلك نجزي المحسنين سكت قال الحجاج بعد ذلك شنو؟ هذه الآيات حجاج هو بدأ بالآية التي تتلو بعد هذه الآية قال وزكريا ويحيى وعيسى هنا سعيد بن الجبير قال عيسى عيسى لم يكن له أب فكيف أصبح من أولاد إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام إلا عبر أمه مريم. عيسى أصبح من أبناء إبراهيم بالنصل آية المباركة من صلب مريم. إذن الحسن والحسين أبناء علي بن أبي أبناء أمير أبناء رسول الله صلى الله عليه واله من صلبه علي بن أبي طالب ومن رحم فاطمة. سلام الله عليهم أجمعين. فقيل بأن الكوثر يعني النور. النور يعني ان اعطيناك نورا عظيما قيل الكوثر طبعا يقال لامير المؤمنين ساقي كوثر من باب انه باب علم رسول الله فمن الباب؟ اذا الكوثر يعني العلم فهو ساقي كوثر يعني باب علم رسول الله هو الذي اعطى علوما لرسول الله صلى الله عليه واله للمسلمين والعامه الناس ولكن الاقرب أن نقول بأن كوثر فاطمة سلام الله عليه إن أعطيناك الكوثر بأي قرينة بقرينة شأن النزول وبقرينة الآيات اللاحقة إن شانئك هو الأبتر عمرو بن العاص لعنه الله بعد أن مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن محمد صلى الله عليه وآله لا عقب له فهو أبتر انتهى فنزلت الآية إن شانئك عمرو بن العاص لعنه الله هو الأبتر طبعا عمرو بن العاص في رواية أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام أنه كان 12 شخص هذول أشقل أولين والآخرين فمنهم أشر الأولين والآخرين 12 منهم عمرو بن العاص لعنه الله اللي أكثر شرا من كل ستة من الأولين وستة من الآخرين من 12 المجموع ففاطمة سلام الله عليها أعطاه أعطى الله لرسوله صلى الله عليه وآله فاطمة فللرسول صلى الله عليه وآله ولد فاطمة والآن الملايين من السادة الذين ينتسبون إلى علي وفاطمة وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله إن شانئك هو الأبتر هذا الأقرب بس يمكن واحد يجي يقول الكوثر يعني الخير الكثير الخير الكثير يشمل كل هاي المصادق يعني يشمل فاطمه كاعظم خير اعطاه الله عز وجل لرسوله الكوثر يشمل الخير الكثير يشمل النور يشمل العلم هذه الاقوال كلها هي موجوده في الخير الكثير لذلك سعيد بن الجبير صاحب القصه مع الحجاج التي نقلتها الان يقول سالت ابن العباس قلت بان الخير الكثير هذا النهر قال ابن العباس النهر هذا النهر اللي الان في الاحتجاج نحن نذكره وجعله رسول الله صلى الله عليه وآله مصداقا لانا اعطيناك الكوثر قال هذا النهر منه يعني من الخير الكثير احد مصادق الخير الكثير هذا النهر الذي اعطاه الله عز وجل لرسوله في الجنة النقطة الرابعة قالوا اليهود او الثالثه النقطه الثالثه قال اليهود لرسول الله بان ابراهيم خليل الرحمه وخليل الله مرتبه الخله مرتبه عاليه جدا الرسول صلى الله عليه واله قال ان كان ابراهيم خليله فانا حبيبه وانا محمد اسمي مشتق من اسمه وامتي الحامدون قالوا لما أصبحت محمدا صلى الله عليه وآله قال هو محمد في اللغة من كثرت محاسنه الحميدة لذلك راجع اللغة رجل ولد محمد أو رجل محمد يعني رجل كثرت خصاله الحميدة فمحمد يعني من كثرت خصاله الحميدة فكثرت خصال الرسول صلى الله عليه وآله الحميدة وهو حبيب الله الفرق بين الخليل والحبيب شنو الخليل احنا سابقا له يمكن قبل اكثر من 20 25 محاضره بينا معنى الخليل في لسان رسول الله صلى الله عليه واله في مناظرته مع جماعه من اليهود قال رسول الله صلى الله عليه واله راجعوا الروايات الاولى في هذا الكتاب الشريف يقول الخليل اما ماخوذ من الخله او من الخله الخله يعني الفقر والحاجه يعني ابراهيم محتاج وفقير الى الله عز وجل. الخله يعني النفوذ الى القلب، يعني دخل في قلب ابراهيم حب الله عز وجل. فتحه كانت في قلبه فنفذ في قلبه حب الله عز وجل. ثغره يعني الخله. اذا نقول الخله، الخله يعني الصداقه، فابراهيم صديق الله، يعني يحب الله عز وجل. ولكن رسول الله هو حبيب الله، يعني من يحبه الله. كما في تلك الروايه التي ذكرها يمكن في كتاب البحار هذه الروايه موجوده ان الامام السجاد كان يذهب للحج فانقطعت السماء وهذه القافله لم تجد ماء فاصيبت بالظمأ الشديد وكادوا ان يهلكون فدعوا الله عز وجل ان ينزل عليهم المطر الامام السجاد كان قاعد بعد ذلك اجوا وترجوا ما يعرفون الامام السجاد وحاج حاله حالهم فاجا وترجى ايها الشيخ انت هم ادعو فرفع يديه وتفوه بكلمه لم يتفوه بها احد قال اللهم بحبك اياي الا سقيتهم الغيث فاتت الغيوم والسحاب وبدات تمطر اتوا اليه من انت؟ قال انا عبد من عباد الله اصروا عليه قال انا زين العابدين علي بن الحسين بحبك اياي احنّا دائمًا نقول أنا أحب الله، إذا وفقت إلى تلك المرحلة وارتفعت إلى تلك المرحلة العالية أقول أنا أحب الله، أما أن أن شخص يقول اللهم أقسم عليك بحبك إياي. إلا سقيتهما الغيث اللي نزل المطر، فهنا رسول الله حبيب الله وإبراهيم هو الذي من الخلّة أو من الخلّة أو من الخلّة بالمعاني الثلاثة أين هذا؟ من حبيب الله مع عظمة إبراهيم. اعظم الانبياء بعد رسول الله صلى الله عليه واله هو ابراهيم هذا مو تنقيص لجلاله ابراهيم وانما هو اعظم الانبياء بعد الرسول ولكن اين رسول الله واين ابراهيم؟ هذا احد الفضلاء كان جامع بعض الروايات بين ابراهيم وبين الرسول عليهما افضل الصلاه وازكى السلام بين النبي ابراهيم والرسول الاعظم فبعض الايات يقول شوفوا المقامات تختلف لاحظوا ابراهيم يقول اني ذاهب الى ربي. اني اروح الى الله. اما بالنسبه للنبي في القران الكريم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. تاره أن انت تروح للملك تاره الملك يدز لك سياره ويطلبك تعال تعال عندي ويدز لك سياره. دز للرسول البراق وركب البراق بعدين اتى وركب على جناح جبرائيل وارتفع الى الله. اني ذاهب او الله هو اللي يدعو الرسول يجي. فهذا يعني هذه قضية ذوقية ولكنها تقرب المعنى في آية أخرى النبي إبراهيم يقول ولا تخزني يوم يبعثون لا تخزني يوم يبعثون هو اللي يطلب من الله بالنسبة لله للرسول الله عز وجل يقول يوم لا يخزي الله النبي ما يحتاج إلى دعاء هاي قضية مسلمة لا يخزي الله النبي انتهى القضية ما يحتاج أن يطلب طبعا ابراهيم حاجته مستجابه قطعا، طلبه مقبول قبل قطعا، ولكن اين هذا؟ طلبه او اراده الهيه على رسوله صلى الله عليه واله. ابراهيم سلام الله عليه يقول حسبي الله. بالنسبه للرسول الله عز وجل يقول يا ايها النبي حسبك الله. هنا هو يطلب من الله، هناك الله يقول حسبك الله. هو يعطي هذا الوسام لرسوله صلى الله عليه واله. النبي إبراهيم عليه السلام يقول والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين لم تكن هناك خطيئة وإنما قصور العبد مقابل المولى هذا القصور الذاتي أطمع لي أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين أما بالنسبة إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله ماذا يقول؟ الله يقول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر طبعا الرسول لم يذنب وقد سبق في بعض المحاضرات كذلك وانما قريش راوه مذنبا لانه شق عصا قريش بعد ان ادعى الرساله فاختلفت قريش وبعد ذلك هجمت هجم الكفار على المسلمين من داخل القبيله قبيله قريش فاذا هم هذا الذنب الله غفر لك اقول هذا قضيه ذوقيه ولكن المقارنه لطيفه فالرسول صلى الله عليه واله يقول ان كان خليله فانا حبيبه لاحظوا الكتاب قالوا اليهود نوح أفضل منك. نوح أفضل منك. قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لأنه ركب السفينة فجرت على الجودي يعني استقرت على الجودي. هسه جرت. شوفوا هنا في الرواية فجرت. يمكن تلك الرواية التي تقول الجودي على الفرات لأن السفينة تجري على الفرات. في الآية المباركة جودي في الآية وقيله. يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي اللي هذا الجودي اللي هو الجبل استوت استقر وقيل بعدا للقوم الظالمين قال النبي صلى الله عليه وآله لقد أعطيت أنا أفضل من ذلك نعم هذه فضيلة للنبي نوح ولكن لي ما هو أفضل من ذلك قالوا وما قال أن الله عز وجل أعطاني نهرا في السماء مجراه من العرش يعني يبدأ جريان العرش النهر من العرش هذا شنو العرش علم الله عز وجل العلم خب هذا مجرى النهر اذا النهر قلنا الكوثر يعني هو العلم فنعم يعني علم الرسول صلى الله عليه واله من العرش هذا لا شك فيه مجراه من العرش او هذا الخير الكثير اللي كل هاي مصادقه هو من الله عز وجل وعليه الف الف قصر لبن من ذهب ولبن من فضه حشيشها الزعفران ورضاضها الدر والياقوت يعني الحصى الدقيقه اللي تحت الماء تكون وارضها اللي تحت الرضاض المسك الابيض فذلك خير لي ولأمتي ليش يقول ولأمتي؟ لانه في الروايات ان هذا النهر لعلي ولمحبيه في روايه الشيخ الطوسي في اماليه عن الشيخ المفيد ينقل عن عبد الله بن عباس حول الكوثر قال علي بعد سوره الكوثر بعد ان تلا رسول الله سوره الكوثر إن بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر قال علي عليه السلام ما هو؟ قال نهر شنو الكوثر؟ نهر من المصادق نهر اكرمني الله به قال علي عليه السلام انه نهر شريف فانعته لنا شنو صفات هذا النهر؟ فذكر كما في الاحتجاج اللي الان بنذكره. ثم ضرب الرسول يده على جنب امير المؤمنين وقال يا علي ان هذا النهر لي ولك ولمحبك من بعدي. هذا لمحبي امير المؤمنين. في روايه اخرى الرسول صلى الله عليه واله يقول: اراني جبرائيل منازلي في الجنه ومنازل اهل بيتي عن الكوثر. ومن الخصائص التي اعطيت لرسول الله خمسه ولأمير المؤمنين خمسة يعددها رسول الله يقول يا من الخصائص يقول يا علي لي الكوثر ولك السلسبيل يعني هاي خصائص لرسول الله ولأمير المؤمنين طبعا في هذه السورة سورة الكوثر في الرواية أنه عمرو بن العاص كان على منبر مصر يمكن انه قال انا دفعت 200 الف درهم حتى هذه السوره يغيروها سوره الكوثر هذه الايه الاخرى يحذفوها ما حذفوها ليش لانه هو اشاره له ان شانئك هو الابتر وهذا عمرو بن العاص لعنه الله قال الرسول صلى الله عليه واله فذلك خير لي ولامتي وذلك قوله تعالى ان اعطيناك الكوثر قالوا صدقت يا محمد اللهم صل على محمد هو مكتوب في التوراة وهذا خير من ذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه ثلاثة إذا كان لل... للنبي نوح سفينة فلي خير كثير هذا النهر منه فاطمة الزهراء منه أقول عشرين قول في الخير الكثير لو تراجعون الكتاب الكتب التفسيرية ترون تلك الأقوال الذرية الكثيرة الناهر العيل الحكمة ولاحظوا كتب التفسير ترون فاضل هذا الخير الكثير الذي أعطاه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله قال النبي هذه الثلاثة قالوا إبراهيم خير منك أتوا إلى النبي إبراهيم قالوا ولماذا قالوا لأن الله اتخذه خليلاً قال النبي صلى الله عليه وآله إن كان إبراهيم خليه له فأنا حبيبه محمد قالوا ولما سميت محمدا في خصوصية في محمد قال سمان الله محمدا وشق اسمي من اسمه هو المحمود المحمود يعني من له الثناء والحمد وأنا محمد الذي كثرت خصاله الحميدة وأمتي الحامدون هناك فضل عظيم في الحمد قد نتطرق اليه في محاضرة أخرى شنو مكانة الحمد وأن الحمد عدل الاستغفار وأن الحمد قبل الذنب وأن الحمد يعصم الإنسان من الذنب شيء عظيم في الحمد قد نذكره في وقت آخر وأمتي الحامدون على كل حال فقالت اليهود صدقت يا محمد هذا خير من ذلك قال النبي صلى الله عليه واله هذه أربعة إذا كونه حبيبا أفضل من كون إبراهيم خليلا بما بيناه هذا وصلى الله على محمد واله الطاهرين